السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين وكل رمضان وانتم بخير وطيبين إن شاء الله. زي ما عودتوك كل سنة إن شاء الله هنعمل 5 دقايق جلدية ونتكلم النهاردة عن موضوع مهم وبسيط وظريف ولطيف وسهل خالص ومهم جدا، اللي هو أمل الشعر اللي هو البيديكلوز. البيديكلوز يا جماعة بقينا نشوفه كتير جدا في كل الكلاسز، في كل المدارس، في كل الحضانات. احنا دلوقتي لا في حضانات ولا في مدارس وفي حظر جامد، بس ربنا ان شاء الله يرجعها على خير باذن الله ويرجع لنا البيديكلوزز والقبل وكل حاجه وترجع حالاتنا كلها طبيعيه باذن الله. كل سنه طيبين ورمضان سعيد. بس عايز اقول لكم يا جماعه، بنشوف كتير جدا من الاطفال عندهم البيديكلوزز، وطبعا اول نقطه لازم تفرق ما بين النت وما بين قشرة الشعر. طبعا النتس بتبقى لازقة في الشعرايه، بتسيب سابستنس جامد جدا، مفيش حاجة في الدنيا يفكها غير الخل. طيب تعال نشوف كده، لما يجيلك عيان او طفل بيديكلوزز هنعمل له ايه؟ اول حاجة يا جماعة هنشوف هل هو جايب بيديكلوز بيور ولا مع البيديكلوزز في امبيتايجو. الجمال ده كل الناس دي معايا، كل سنه طيبين يا جماعه، بحبكم كلكم والله، وان شاء الله ربنا ما يحرمنا منكم ابدا، ودايما 5 دقايق جلديه في رمضان وتبقى على طول عاده باذن الله تعالى، ما تنقطع باذن الله. ايه ما شاء الله ما شاء الله، ده كتير قوي معايا، كل سنه طيبين. طيب تعال نشوف كده في الاول، نشوف هل الولد عنده امبيتايجو اللي هي كراستد امبيتايجو ولا لا. يعني ايه كراستد امبيتايجو؟ دلوقتي لما بيجي لي البيديكلوز، البيديكلوز ده سيفير بروتيك ديزيز، فالولد لما بيخرج فروه راسه بيفتح جيتس للانفكشن، فيجي له الامبيتايجو. الامبيتايجو معموله من الستاف والستريبت. المشكله ايه بقى؟ ان الستريبت في فروه الراس، الستريبت في الجلد لو بقت نجلكتد، يعني كراسه الامبيتايجو في فروه الراس لو بقت نجلكتد، سهل جدا 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 الولد ده على اللونج ران ممكن يجيله بوست ستريبت كوك جلوميرولونفرايتس. تخيل امل ويجيلي بجلوميرولونفرايتس ممكن تخسر برين الفيلير، فتكر قوي من الامبيتايجو. فلو الولد جاله كراستد امبيتايجو هنعالجه ازاي؟ طبعا هنشيل الكراست ده ببوتاسيوم برمجنيت، ببوريك اسيد، باوليف اويل، ونحطه بكاليسترويد زي فيسيدين، وندي سيستميك انتي بايوتيك. بعد ما عالج الكراستد امبيتايجو نعالج البيديكلوزز. طيب علاج البيديكلوز بيبقى ازاي؟ بسيط وسهل جدا 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 جدا. احنا نحط الانتي بارازيتيك، الانتي بارازيتيك هيتحط وانس ويكلي بس، بس ايوه فور 3 سكسيسيف ويكس، مره في الاسبوع لمده 3 اسابيع. طب ازاي يعني مره في الاسبوع؟ هو وانس حطيت الانتي بارازيتيك على فروه راس الولد، وانس حطيته قتلت كل البيديكلس بس ما بقدرش على النتس. اوكي بعد اسبوع هيكون لو في نتس حصل لها هاتشنج هيطلع منها سمول بيديكلس، لسه ما تقدرش او تتجوز وتعمل تحط نيو ايجز. فبنعمل ايه؟ مره في الاسبوع لمده 3 اسابيع نحط الانتي بارازيتيك على فروه الراس، وليكن هو طبعا اي لاف الاكتوميثرين، الاكتوميثرين 5%، سيبك من 2.5% ده خالص، ال 5% بيتحط على فروه الراس على الاقل ساعتين يا جماعه. الولد يلبس بونيه، يصحى الصبح نسرح شعره بميه بخل، ايكوال اماونت ميه بخل، لتر ميه على لتر خل، ونغسل له شعره ونسرحه له بالنار توزكم اللي هو الفلاية. هنعمل الموضوع ده مرة كل أسبوع لمدة 3 أسابيع. طب نغسل شعره بإيه؟ في لايسي شامبو كويس جدا، في نو لايس شامبو كويس جدا، والإكتوميسين توبك من الحاجات التحفة والآمنة جدا جدا جدا. بس أهم حاجة أوعى تنسى تعالج الإمبيتايجو الأول اللي كان موجود، هتلاقي الكراست موجودة، هتلاقي البين موجودة، هتلاقي الليمفادينوبثي موجود، يبقى نعالج الإمبيتايجو الأول بعد كده نفكر في علاج البيديكلوز. طب لو مفيش امبيتايجو بنعالج البيديكلوز على طول، زي ما قلنا بنحط الانتي بارازيتيك وانس ويكلي فور 3 سكسيسيف ويكس، يتحط بالليل، يتغسل الصبح بالشامبو وميه بخل، ويتسرح الشعر بنار توست كومب، وكفايه له كده 5 دقائق جلديه. ان شاء الله ان شاء الله. بكره بقى موضوع مهم جدا جدا جدا، هستناكم. كل سنه وانتم طيبين، وكل يوم 5 دقائق جلديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.